السلام عليكم ورحمة الله. نهاية محلل سياسي. ماذا حدث لعيني؟ بعضكم يقول سلمة يمنى، بعضكم يقول خطاك السو، بعضكم يقول تقلد اللي في سناب شات على أساس الاستعطاف واستدراج العطف من المتابعين. وماذا أريد منكم؟ وكيف سأنتهي كمحلل سياسي؟ هذه الأسئلة الثلاثة حاولت أن أجيب عليها بناء على الظروف اللي قاعد أمر فيها حاليا. هذه قناة المراقب الخليجي وأنا الدكتور ضاف العجمي. قبل الحديث عن عيني واللي صار فيها، أود أن أشير إلى بعض التعليقات اللي أطلب منكم التعليق أو السؤال أو الاقتراح، وكان من سؤال متكرر أكثر من مرة واجهته خلال حديثي أو خلال تواصلي معكم من بعض المتابعين الكرام، وهو أن الدكتور ضاف العجمي ما يحط اشترك في القناة ولا نبه شغل المنبه ولا إذا عاجبتك وزعها أو من هذا القبيل. من مبدأ أنكم ضيوفي، أنتوا ضيفاني، أنتوا داخلين علي في ديواني وأنا أتكلم. عندي في قناعاتي وفي تربيتي أن عيب أني أطلب منكم أو أشحذ منكم روجوني، هذه قناعتك، يعني أنت داخل ديواني أنا أكرمك، عقبها ما تشرط عليك شيء، انقل سالفتي اللي قلت ولا لا تنقلها، هذا شيء راجع لك. فأنا أتشيم من أني أحط بانر أو شيء. في البداية أقنعوني كثير من الناس أن أحط آخر شيء اللي بيجوز لا يعمم اللي أنا تحدثت فيه كقضية أو شيء، أو هذا راجع له. لكن أعيد وأقول أنتوا ضيفاني، وعيب المعزب أو راعي المكان أو راعي الديوان يسترجي أو يستدرج أو يشحذ أو يطلب حتى بلطف أعيد أوزع فيديوي أو أشير له أو شيء من هذا القبيل. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، العين راح أسولف عنها بعد شوي، لكن نتحدث كيف سأنتهي أنا كمحلل سياحي. سياسي لمتى وأنا مطالبكم وناشب في حلوكم وكل يومين أو ثلاثة فيديو؟ أول شيء خلوني أعرف شنو المحلل السياسي، يعني اللي هذه المهنة اللي بديت أتعاطاها على هذا العمر، وأن كنت في هذا المجال من أكثر من عقد من الزمن. أول شيء يجب أن نعرف ما هو الفرق بين التحليل السياسي والتعليق. التحليل للبحث في التفاعلات السياسية المحلية والدولية والإقليمية بناء على أدوات أكاديمية تكون تعلمتها خلال حياتك العملية، سواء في المجال اللي أنت درست فيه، خريج كلية قيادة وأركان، خريج علوم سياسية، خريج تاريخ، الموضوع اللي أنت مؤهل فيه تتعلم فيه بالأدوات الأكاديمية اللي لديك. التعليق فرق يفرق عن التحليل كثيرا، وهو ما يمارس في معظم القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو التعليق. فالتعليق انهم يعيدون ما قيل او يعيدون تكرار الخبر لكن بصيغة اخرى، هذا مو تحليل. الان اذا كان هذا مو تحليل، كيف وصل هؤلاء من يسمون انفسهم او منهم في نظر الكثيرين من المتابعين ونعتبر وجهة نظرهم محللين ناجحين أو محللين بدرجة ما؟ أنا في تقديري أن الوصول للشاشة أسهل مما تتصورون. بعض المرات أنت لا تكون محلل ولا تفهم كيف التحليل السياسي، لكن تملك حسن البلاغة، بمعنى لسانك ذرب، لسانك حلو، لسانك يجيد الكلام. فحسن البلاغة إحدى صفات هؤلاء المحللين، بينهم هو لا يحلل، هو يستغل حسن البلاغة. اثنين، الحدة في الطرح، يعني يلقاه المتابع انه حاد وسبايسي ومثير للشغب، وهذا يحبونه جيل الشباب خصوصا، لكن ما اعتقد انها مطلوبة في التحليل السياسي، خصوصا انه نشوف في التحليل السياسي من يرد على بعض المحللين بالتطيب او بتشجيعه اجلدهم او من هذا القبيل. انا ما عندي مشكلة اجلدهم بالحجة المقنعة العقلانية اللي ترقى بالحوار بين المحلل والمتلقي، لأن عملية التحليل هي عملية معقدة تبدأ بالفهم وتنتهي بالإفهام، وليس بحسن البلاغة أو بالقفشات والتهريج كما لدى البعض كأنه عدوية وليس محلل سياسي، بيضحك الناس على القضية المطروحة. اثنين، أن درامية الطرح، وقال كأن جاكم الموت، كأن درامية الطرح في طرحه، هذا أيضا ممكن يصل إلى الشاشة. المصيبة الأكبر ليس في المحلل، المصيبة الأكبر اللي أنا واجهتها هي في معدي البرامج، في اللي يتصل فيك ونبيك تحلل تعلق على القضية الفلانية. أتذكر في
قبل أكثر من 10 سنوات، يمكن 2000 والله نسيت، بس المؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت اتصلت فيني واحدة من قناة عربية مشهورة جدا وقالت نبيك تعلق على القمة الاقتصادية. قلت أنا مو اقتصادي، أنا أمن الخليج والقضايا أو التفاعلات الإقليمية في الخليج، ولست في الجانب الاقتصادي. الرد اللي قالت لي هو اللي ذبحني، وعرفت نوعية أن المعدين هم من يرتكب جريمة إيصال هؤلاء الناس للشاشة. قالت لي في باقي ساعتين رالك كلمتين على النت، وانت وجه مملوح مهضوم، انت وجه معروف، بتمشي الحال. هذا هي نوعية المعدين اللي يجيبون الكوارث للبرامج الأخبارية الرصينة. الآن ما هي إيجابيات وفوائد وسلبيات أن تكون محلل سياسي؟ الإيجابيات كثيرة، تصير شخص معروف، وهناك الكثير من يحاول أن يكون محلل سياسي حتى يرشح نفسه الانتخابات، المجالس البلدية، المجالس التشريعية، ويقول هذا أنا موجود، فهو يحاول الوصول لرزة الوجه، أو من حقه أيضا أن يسوق نفسه إعلانيا. يعني أنا لا ألومه، لكن هذه إحدى أسباب الإيجابية أن تكون محلل سياسي. وأنا أنهيت هذا الموضوع مبكرا أنني لا أريد أن أكون في الشأن العام أو في خدمة البلد من خلال أو بلدي من خلال أن أكون ممثل بأي درجة برلمانية أو 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 انتخابية. يعني أنا لست في هذا المجال. اثنين، أن من الفوائد أنك بعد تصير محلل سياسي تفتح لك الأبواب في الصحف حتى تكتب مقالات. قد تصل بك الأمور من النجاح أن تعين مستشار لإحدى الوزراء أو لإحدى اللجان أو لإحدى بحكم خبرتك في المجال اللي تتحدث فيه. هذه جميعها إيجابيات أن تكون محلل سياسي وإنسان معروف مثل ما قلت. الآن السلبيات كثيرة، يعني السلبيات أكثر من الإيجابيات. سلبيات منها أنك تتعرض مثل ما تعرضت له، يعني ما حد أنا مطالب أنا ناشف في حلق محور المقاومة، إيران، الصهاينة، يعني كلهم ممكن ما يعجب واحد من مريديهم، واللي ما يعجبهم تحليلي ممكن تحصل أمور تقاضب أنا وياه، ورجال في عمري يمكن ما أقدر أفك نفسي، والله المعين. فهذه من سلبيات التحليل السياسي. أيضا تمنع من دخول بعض البلدان، وهذه حدثت لي شخصيا، لم أمنع أنا، لكني كنت مع 3 أو 4 نروح مؤتمر يقولون أنت فلان فلان ممنوع من دخول البلد الفلاني اللي احنا رايحين له، وبعض المرات للاسف بلدان خليجيه يقول لك موقف، لك تغريده قالت كذا كذا كذا، فلان خلاص اتكل على الله تبي تسوي شيء، ويردونه في المطار. وهذه حصلت اكثر من مره، واعرف اكثر من شخص من تبعات تحليله او تبعات ما يقوله انه يمنع من دخول البلدان وبلدان خليجيه ايضا. الأسوأ من ذلك ان يتم شرائك، يعني تمر بمنطقتنا العربية الكثير من الأزمات وتخلق اصطفافات على جانبيها، يتم شراء المحللين، وهذه ليست في عالمنا فقط، حتى في CNN ووسائل الإعلام الكبيرة عندما يتم طرح قضية يتم تبني معلقين يؤيدون هذه القضية. فأن يتم شراءك الآن تدخل في مرحلة إذا كان فيك عرض ينبض من الرجولة تحتقر نفسك، أنه تم شرائي بهذا الثمن المخص حتى أروج لشيء يعلم الله أنه ليس حق. الآن تريد أن تصبح محلل سياسي، ما خفت ولا همك أحد يسوي بعينك شيء، ولا همك أحد أن يتم شرائك، ومو فارقة معك، بتصير محلل سياسي. ماذا تحتاج؟ أو كيف تصبح محلل سياسي؟ أن تصبح محلل سياسي معناها أن تختار نوع القضايا اللي راح تحلل فيها، أن تقرأ، أن تتواصل مع مراكز الأبحاث. يعني محدثكم أتلقى أكثر من 15 إيميل يومياً، أنا مشترك في معاهد أبحاث عالمية وعربية، إيميلاتهم دائماً تجيب لي القضايا أول بأول. النقطة الأخرى تتواصل مع المحللين في نفس المكان في نفس المجال، أو الأكاديميين إذا كنت أستاذ جامعي، والله لك الحمد رغم تقاعدي كنت مدرس أستاذ في جامعة الكويت، واستمريت في التواصل مع بعض الرفاق وأستشيرهم في بعض الأمور في بعض القضايا اللي أحس أنهم مختصين فيها. الأهم من ذلك أن تكون مؤهل للمجال، يعني بتتكلم عن أمور عسكرية لازم تكون عسكري، تتكلم عن أمور سياسية صرفة في قضايا الانتخابات والتشريع يجب أن تكون مختص فيها، أما كل شاردة واردة تحلل عليها تصير too much وتكشف النقص اللي فيك، أو تكشف الخلل، أو تكشف عدم التأهيل. الآن كيف نعرف المحلل السياسي من أشباه المحللين؟ بسيطة، 3 نقاط دائما أكررها إذا أردت أن تعرف من يتحدث أمامك على إحدى القنوات
الإخبارية مهما كبرت أو صغرت، هذا الرجل الذي أمامك يجب أن يتحدث، يجب أن يكون هناك ثلاث مسارات أو ثلاث قوالب يجب أن يحط القضية اللي هو يتكلم فيها داخل هذه القوالب. إذا أخلف في واحدة منها فهو ليس محلل، هو بس يحب الرزة أو من أشباه المحللين. الأولى أن من واجبات المحلل تبسيط القضية المطروحة للعامة، الناس اللي مو متابعين كل شيء، الناس اللي ليسوا مختصين، فدورك كمحلل لازم تبسطها لهم بمفردات بسيطة، تبسيط القضية. الأزمة اليمنية صارت كذا كذا كذا، أزمة العراق وتركيا الحالية صارت كذا كذا، فتبسط الأمور. النقطة الثانية أو الدور الثاني اللي تلتزم فيه ويجب أن تكون محلل وليس من شبه المحللين، تعبية الفراغات. بمعنى تركيا هاجمت أطراف العراق في جوانب ما جابوها في الخبر، أنت تعبي هذا الخبر، لأنهم يطاردون حزب العمال الكردستاني، لأنهم صار عندهم جرأة على اجتياح العراق، لأن هناك ضعف في الجيش العراقي، هناك الأمور هذه تعبيها أنت من الفراغ، هذا هو ما يكمل التحليل. النقطة الأخيرة اللي ماشي إذا شفت المحلل ما يتكلم عنها لا تعتبر محلل، هو الاستشراف، وهي أهم نقطة. بمعنى what's next، ثم ماذا وبعدين. فهذا الاستشراف بعد نتوقع الاجتياح التركي لأطراف العراق أن تتحرك إيران، لأن هذا ما يعجبها، أن تتحرك العراق نفسه، أن تتحرك دول مجلس التعاون وتشجب، أن تتحرك فتستشرف ماذا يحدث بعد ذلك. الآن البعض يقول أنت دكتور فتحت لك الأبواب، وعقيد ركن خريج كلية قيادة وأركان، فتحت لك الأبواب، عندك واسطة، تعرف ناس، هذه واردة أيضا، لكن كيف تصبح الشخص العادي، كيف يصبح الخطوة الأولى محلل سياسي إذا كان يحب هذا المجال ويحس أنه وصل من التأهيل ما يكفي ويحس أنه ممكن يضيف هذا المجال؟ أول شيء التغريد، وهذه سهلة، يعني اطرح رأيك، سمع الناس، تكلم حتى أعرفك، يعني خل الناس يعرفون من أنت من خلال أبسط الأدوات اللي ما عليها حكر ومن حقك، لكن لازم تكون الكلام جامد ومدروس قبل أن تقوله من خلال التغريد. إذا كان هذا لا يكفي ولديك الكثير لا تستطيع الاختصار، لأن الاختصار هو قمة الإبداع في اختصار قضايا معينة، افتح مدونة، بلوغ. أنا بلوغر 12 سنة، وفي فترات معينة كنت أعتمد على المدونة اللي أكتب فيها المقال وأشير لها في لينك أو رابط في تويتر فيصلها من يريد بتوسع. اكتب مقالات في الصحف وتواصل مع الكثير من الصحف، الآن التواصل سهل، أريد أن أكتب عندكم وأعرض عليهم شيء تكتب عندهم. اليوتيوب كما أفعل حاليا هو أفضل مجال، لأنك الحديث أكثر أحسن من الكتابة، الناس يسمعونه وهم يسوقون وهم قاعدين في التوالي وهم يتمشون، يكون أسهل اليوتيوب. ثاني أداة سيرش إنجن، أو ثاني أداة بحث بعد جوجل، فالكل يبحث عن كل شيء في يوتيوب، وهي المستقبل لها، بالإضافة إلى أنها تعطي مردود مادي، وإن كنا على باب الله ما حصلنا شيء الآن، يمكن لأن المجال اللي اختصينا فيه ليس المجال اللي في اختص مستر بيست واليوتيوبرز الآخرين. الآن شو اللي صار في عيني، اللي صار في عيني إن شاء الله، وأنا ماني راعي شر وألزم لساني وأحفظ نفسي إن شاء الله من الخلل، اللي صار في عيني إن عندي ماي أبيض، ورحت للدكتور وشالوها اليوم، وبكرة إن شاء الله دورها الحزة أكون مزيلها. يعلم الله أني ما طلعت لكم بهذه أطلب التعاطف أو شيء، لكن طرت علي أن ما قد تتعرض له، وطرت علي كمدخل أنك ممكن تكون محلل سياسي. متابعي الكرام، شكرا لمتابعتكم، لن أستدرجكم، حرك أدوة البحث أو هذه سأضعها بالنهاية، من أراد أن يعيد ما أقول أو يبعثه لأحد آخر أو أن يزكي قناتي فعز وكرامة وجزاكم الله خير، فأنتم في دوانيتي ولا حق لي أن أطلب منكم أي شيء في كل مرة أظهر لكم. أنا مستعد لإجابة جميع استفساراتكم، أنا مستعد للرد على أسئلتكم ومقترحاتكم، ولكم مني سلام.